من الحاجات اللي ظهرت في فيلم كشف مسيلمة الكذاب واللي أظهرت نوايا المتمردين على أصولهم من أول يوم واللحظات الأولى كمان للإنقلاب، الإنقلاب الفاشل اللي حاولوا فيه الاستيلاء على السلطة في السودان. انتوا عارفين المتمردين شافوا عزة ما في طوال جروا يفتشوا شنطة عزة دايرين يجمركوا القروش، وبرضو كله تسجل بالكاميرات. حقوا الشفاتة دي لو ما انجغموا لسه يقوموا المتمردين يجغموهم، لأنهم فضحوا المتمردين وكمان بيشفشفوا من أسياتهم. عرفنا أموال الكيزان والفلول حلال، ها عزة المهر ده فلول ولا كوس؟ عشان تعرفوا إنه النهابة ديل ما عندهم لا مشروع ولا هدف ولا دين ولا رجالة. المتمردين عبارة عن قطاعين طرق ونهابة، ديل حق نسميهم النهبة السريع للشفشفة.